السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي اخواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة لاباس؟ عواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد عليكم، باش كتمنوا يا ربي نتوما وليداتكم وحبابكم. اليوم جيت غير باش نبارك لكم العيد وبغيت نوريكم هالطريقه. اليوم غدا العيد الاحد، والله يدخل لكم بالصحة والسلامة، كل عام وانتم بخير انتم وحبابكم وعائلتكم، وان شاء الله باش كتمنوا يا ربي. المهم اليوم غادي ندير لكم الشهيوة اللي كنديروا نهار العيد، هي باش كنفطروا اول يوم العيد. باش كنفطروا هو هربل. هربل عرفتوا دابا حنايا ساكنين في مراكش، وباش كيفطروا المراكشيين كيفطروا بهربل. غادي نقول لكم الطريقه ديالو، فيه جوج المراحل. المرحله الاولى هي هذه كيف كتشوفوا هنا. دابا غادي ندخلوا باش ما نطولوش لا فيديو عليكم. المرحله الاولى هي كنجيبوا القمح، هانتوما تغسل القمح يكون القمحه تكون غليظه كيف كتشوفوا هنايا. القمحه خصها تكون غليظه، ما تكونش رقيقه بحال هكا، تكون غليظه، ما تكونش ديك القمحه رقيقه. هذا انا ما جبتوش غليظ الصراحه، ما لقيتش هذاك اللي بغيت، اللي كتجي يجي فيه هربل، كيجي فيه غليظ كيف كنا كناكلو زمان. هذا مهم، كيقدي ماشي زعما كيدير داك هربل اللي كتبغيو نتوما نتاع زمان، وكيجي زوين وكيسميتو، ولكن هذا ما بيهش. المهم لقيت انا هذا في الحانوت، جبتو مع داكشي اللي لقيت. المهم هذا كنشدوه وكنقيو الحجر اللي فيه، كنقيو كيف تيقولوا المصريين الحصى، كنقيو من الحصى ولا من حنا باللغه ديالنا الحجر، كنقيوه مزيان وكنغسلوه. كنقيوه وكنغسلوه، ملي كنغسلوه كنديروه في الماء. تقريبا عندي هنايا ها نتوما القياس ديال الماء، كنعمروا هذه حتى النص منها وكنرطبوه ليله وحده. نتوما دابا انا ما غاديش نرطبو دروكا، غنردو ديريكت يطيب. الا عندك الكوكوت تقدري تغطيه غير شويه، ولا طيبيه فوق مجمر تبيتيه الليله كلها. حنا اصلا كنا كنطيبوه فوق المجمر، عند والدينا كيطيبوه فوق المجمر ديك ليله العيد كلها، كيبات يطيب هذاك الهربل، كيبات كيطيب الصباح، كيصبح تيديروا فيه الحليب ويديروا فيه العسل، كيجي رائع. المهم اقتصاديه وصفة اقتصادية ولذيذة. مهم انا طول عليكم في الهضرة، غادي نجيبو هذا غادي نغسلوه. كيف كتشوفوا دابا هنا انا غندير غير كمية صغيرة، ما غنديرش هاد الكمية كلها، وانتم على حساب عدد الاشخاص. مهم انا غندخلها نديرها باش نفرقو، ندير عطو شوية للجيران، كترو باش نعطو شوية للجيران. الجيران ما نساوهمش في فطوره العيد، واخا ولينا دابا الناس كل واحد سد عليه دارو، كنغسلوه مزيان. انا كنغسلو دروك، ها نتوما راه انا نقيت، واخا كتبان لكم طلعت، ها نتوما شفتي الماء ديالو كيمشي كيتخبى هذا الماء في نخوي في الشارج، ونرجع معاكم نشلو ونرجع. صافي بعد ما غسلتو هانتوما شوفو كيف تغسل، بعد ما غسلتو هانتوما صافي تغسل. هو اصلا ليله وحده خصو يبات في الماء، كون دابا انا درتو من الصباح، ولكن ما درتوش من الصباح نسيتو. انا دابا هذا غادي كان عليا قلت لكم نديرو من الصباح في الماء، ولكن دابا انا غسلتو ماشي مشكل. غادي نجيب الماء ديالي نقي هانتوما كيف كتشوفو، وكنديرو في الماء عادي، وكنديرو في الماء وغادي نديه نطيبو. غادي نديه على الفوق نديرو في المجمر ولا فوق البوطه، كنقص عليه البوطه، ندير شويه الزيت، غير شويه الزيت، شويه الزيت في الماء وشويه ديال المليحه، ندير الزيت والملحه فقط. هذا غادي نديه للبوطه الفرن يطيب ليا، كيطيب هو قاسح شويه، كيطيب راه تيشد طياب هاد القمح، عنده طياب بحال كطيبي اللحم.
بحال كطيبي اللحم كيشد الطياب ديالو ملي يطيب ليك مزيان تحسي بالقمحه طابت وتنفخات، راه كيزيد العدد ديال الكميه ديالو كيشرب هذا الماء كله. الا شرب الماء تقدري تزيدي فيه الماء، حطيته مزيان ملي يطيب ما ينشف من الماء كنزيدو فيه المرحله الثانيه الحليب ومعلقه سنيده. ومهم انا غادي نوريكم الطريقه الا طاب لينا، حيت دابا غادي نخليه يطيب لي حتى تقريبا الفجر، ومن بعد غادي نطفي عليه باش نكمل الطريقه ديالو. غادي نزيد فيه الحليب وغادي نزيد فيه المهم الحليب غبره الا كاين، الحليب او الحليب السائل الا كاين، وكتزيدي فيه معلقه السكر سنيده، كتزيدي فيه قياس الملح ديالو، شويه ديال الزبده. المهم ملي كتحطيه في الطبسيل كتزينيه بالعسل، وتقدر تزينيه باللوز باش ما عندك. المهم هذه هي المهم الطريقه الاولى ديالو هي هذه. انا غادي ننتهي طيب، ومن بعد الطريقه الثانيه غادي نرجع باش نوريكم كيف جا. هانتوما كيف كتشوفوا الهربل ديالنا ديال العيد، ها هو طاب. هانتوما كيفو كي تيجي للمرحله الاولى، هانتوما شوفوا كي تيجي داك الماء شربوا وطاب. هانتوما ها هو معلق. هذه هي المرحله الاولى، باقي ما درتش فيه الحليب، باقي هي المرحله الاولى. المهم غادي ندير فيه دابا الحليب، غادي نجيب الحليب ديالنا تقريبا نص لتر، درت نص لتر د الحليب. غادي ندير شويه ديال سنيده، سكر سنيده، غادي نحركو ونردو يطيب فيه هاد الحليب باش يشرب. غادي ندير شويه ديال الزبده ونحرك ونردو فوق البوطه حتى يشرب ليا هاد الحليب. غادي نزيد مازال شويه ديال الحليب باش يجي لذيذ. غادي نردو فوق البوطه ونبقى كنحرك باش ما يلصقش ليا، في قاع القدره، حيت هو كيلصق باش ما يتحرقش ليكم. غادي نردو فوق البوطه ونبقى كنحرك حتى يتجمع ليا هاد الهربل ويتقال ليا، مزيان وصافي. نتوما تزين حسب اللي بغيتو. هاد الزبده غادي تذوب، حتى هي غادي تذوب في وسط منه. غنبقى نحرك فيه حتى يتقال ليا، وغادي نبقى نمعكو بهاد اسميتها هاد، كنبقى كنمعكو بحال هكا حتى تيتقال ليا. ملي تيتقال راه كتقدميه في الطبق، تقدمي هادشي اللي فيه. ملي كيطيب مزيان تعاودي طيبي الحليب، كتدوقي الملحه واش هي هاديك، وصافي. هذا هو الطبق ديال نهار العيد. هذا راه كيدار في طبيصيل كبير ولا صغير ولا تزيين نتوما حسب. هذا ملي غادي يطيب غنزينو بالعسل.